مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، أولى حلقات الموسم الثاني لبرنامجكم اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الموسم الأول مشاهدينا الكرام كان 37 حلقة اتكلمنا فيها عن تأسيس الأطفال وتعليمهم القراءة والكتابة بطريقة جيدة، وحضراتكم شفتوها. قلنا إن شاء الله تعالى وفكرنا إن الموسم الثاني نبدأ بتأسيس الأطفال في قواعد اللغة العربية وموضوع التخاطب وموضوع تأخر النطق، عشان في أولياء أمور كثير اتصلوا بيا وقالوا لي إن أبنائهم في حروف معينة، في تأخر نطق، في حاجات كتير قوي. لكن قبل ما ندخل في تأخر النطق وفي الاضطراب، عاوز أنوه على حاجة مهمة جدا. تمام، عايز أنوه على حاجة مهمة، هي كنت أنا بفكر على تأسيس الأطفال في النحو في اللغة العربية، فوجئت بمنشور على فيسبوك في أستاذ اسمه فاضل، اسمه أحمد النشار، والله أنا معرفوش وما فيش علاقة بيه، عمل كتاب اسمه النشار في التأسيس، على الهواء دلوقتي، على الهواء مباشرة دلوقتي. الأستاذ أحمد نشار، ممكن نثبت بس على الأكاونت بتاعه على فيسبوك، الأستاذ أحمد نشار ده صفحته على فيسبوك، عاوزين نشوف صفحة الجروب بتاعه، اسمه الأستاذ أحمد النشار. كتاب الأستاذ أحمد نشار ده فيه دلوقتي، لا مش الصور ديت، ده مكتبة في القاهرة، مكتبة فدر نطرون، فيه يا أستاذ محمد الأكاونت بتاعه أو صفحة الجروب في تأسيس اللغة العربية. طبعا شيء جميل، شفت الكتاب حاجة روعة، تطبيقات ممتازة جدا، الكتاب على الشاشة اهو، ولا أروع يعني، واخد التأسيس من المرحلة من أول أولى ابتدائي حتى من ثالثة ابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي، اتكلم فيها بطريقة مبسطة جدا بتطبيقات كثيرة. ممكن نشوف ورقمه، ممكن نظهره على الشاشة الصورة اللي فيها الرقم بتاعه، علشان فعلا الراجل ده اجتهد كتير قوي، حب يوصل معلومة. ادي ده المكتبة اللي في القاهرة، ده مكتبة الرسالة دلوقتي، ما تصبر يا استاذ محمد عبد السلام. ماشي، واحدة واحدة يا محمد عبد السلام، عشان ايه نبدأ حلقتنا. يا جماعة، الكتاب ده أفضل كتاب شفته في تأسيس الأطفال في قواعد اللغة العربية، حقيقة ممتاز جدا لولي الأمر، ممتاز جدا للمعلمين، ممتاز جدا طبعا للأطفال، بطريقة مبسطة، بطريقة ممتازة جدا. الأستاذ أحمد النشار، جزاك الله خيرا على هذا الكتاب الرائع بجد يعني. وإن شاء الله تعالى في حلقات قادمة إن شاء الله هتناول الكتاب، وهتناول كتب أخرى كثيرة هتناولها بالتفصيل في تأسيس الأطفال في قواعد اللغة العربية. مشاهدينا الكرام، الحلقة النهاردة بقى اللي بيشرفنا فيها دكتورة نهى محمد عبد الفتاح، ماجستير إرشاد نفسي ودكتوراه في الصحة النفسية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أطفالنا للتخاطب وصعوبات التعلم. شرفتنا النهاردة علشان حاجة مهمة جدا، أولياء أمور كتير قوي اتصلوا بينا علشان اضطرابات النطق والكلام واللغة. ولي الأمر يتصل بيا، يا أستاذ محسن أنا ابني مش عارف ينطق 4 سنين وما نطقش، ابني مش عارف ينطق السين، مش عارف ينطق الصاد، الضاد، الكاف، بينطقها تاء، وهكذا. عشان كده احنا قلنا أهل التخصص هم اللي هيتكلموا في الموضوع ده، محسن هو بس فقط تعليم قراءة وكتابة وتعليم تأسيس في قواعد اللغة العربية. شرفتنا دكتور. أهلا وسهلا. معلش طولنا عليك شوية، لكن الكتاب الأستاذ أحمد النشار كان يستحق فعلا مننا الوقفة دي بجد يعني. إن احنا نبدأ بقى، نبدأ منين؟ يعني دكتورة، احنا نبدأ من أول إيه هو اضطرابات النطق واللغة، أو اضطرابات النطق والكلام. هو يعني خلل، عاوزين نتعرف عليه، خلل ملحوظ عند الطفل، يا إما في الصوت، يا إما في الكلام، يا إما في اللغة نفسها، يعني ما عندوش لغة أصلا، يا إما لغة تعبيرية، يا إما لغة استقبالية، تمام، مش موجود اللغة أساسا، تمام. فده التعريف. أنا عندي تعريف الأول يعني هيتقسم لأربعة: الصوت، الكلام، اللغة. يعني الاضطرابات، تمام؟ اللي احنا بنشوفها مش اضطرابات نطق وخلاص، لا ده فيها يعني في اكثر من نوع يعني. اضطرابات نطق، واضطراب كلام، واضطراب
صوت صوت واضطراب لغه. اه يعني في آه كل في آه كل حاجه لها موضوع. آه آه ده الموضوع ده يحتاج حلقات. كل بقى حاجه ليها اعراض. تمام. آه الاول نبدا بايه؟ باضطرابات النطق الاول. تمام. اضطرابات النطق عندي بيتقسم لاربع حاجات، اللي هو ايه؟ الحذف، الابدال، التشويه، وايه؟ الاضافه. يعني تمام؟ حذف ابدال، ابدال، تشويه، تشويه، اضافه. اضافه يعني ايه؟ يعني انا الام بتجي لي الطفل يا دكتوره بيتكلم بس يعني الكلمه نصها طاير. تمام؟ تمام. ده اللي هو الحذف. ده الحذف. يعني ازاي؟ يعني مثلا يقول لي التفاح يقول لي فاحه وهكذا. تمام؟ عندي التشويه، ان هو اصلا بيتكلم اللغه بتاعتنا بصوره مشوهه جدا، يعني انا مش فاهم هو بيقول ايه، هو بيتكلم بس انا مش فاهم الطفل اللي قدامي بيتكلم بيقول ايه. تمام؟ ده التشويه. عندي الاضافه، الطفل بيضيف للكلمه حروف. تمام؟ يعني بيشوه معنى الكلمه، يعني تمام. بيضيف حرف فالكلمه تشوه خالص، ممكن يقدم حرف او ياخر حرف. تمام. تمام. كده احنا قلنا. والابدال، ان هو بيبدل حرف بحرف تاني. تمام؟ زي مثلا كلب بيقول تلب وهكذا. ده الابدال ده عاوز موال بقى، ده الابدال ده عاوز حلقات. كل نقطه فيهم بتحتاج كلام كتير. تمام. تمام. طب احنا ازاي برضو يعني معلش يعني نعرف ان طفلنا ازاي وهو صغير كده، نعرف ازاي ان هيطلع عنده صعوبات مثلا نطق او تاخر نطق او مثلا تلعثم او الحاجات. تمام. الحاجات اللي هي ايه صعوبات الايه اضطرابات النطق دي. تمام. اول حاجه ان الطفل ده في وقت الميلاد ما حصلوش صرخه الميلاد. تمام؟ الدكتور هيقول لي الدنيا طبيعي. لا، الدنيا مش هتبقى طبيعي لو ما سمعتش الصرخه ديت. هتبقى في مشكله بعدين. تمام؟ بعدين بقى الطفل بقى الام بتلاحظ من اول 6 شهور المفروض ان هو دخل في مرحله المناغاه. يعني ايه مناغاه؟ يقول اغى، ادى، ددى والكلام ده. تمام؟ من 6 شهور ل 12 شهر بيدخل في مرحله المناغاه. من 12 شهر المفروض ان الطفل بيقول لي كلمه مفرده. تمام. تمام؟ فالام بتلاحظ الحاجات دي، لو لقيت ان الطفل حصل عنده تاخر في اي حاجه من الحاجات دي او اي مرحله من المراحل دي المفروض ان هي تلجا لحد مختص. تمام؟ تمام. معلش، لان الاكتشاف المبكر. هقطع حضرتك بس عشان حد مختص. اهم حاجه مشاهدينا الكرام ان في حد متخصص في الموضوع ده. واحنا جبنا النهارده الدكتوره عشان مؤسسه حضرتك مؤسسه اطفالنا للتخاطب وصعوبات التعلم. استاذن استاذ محمد يعرض ارقام المؤسسه وعنوان المؤسسه على الشاشه. تمام. تمام، اتفضلي. ممكن يعني اي حد متخصص قريب مني، بس المهم ان انا الجا لمتخصص فعلا في المجال، يعني مش اي حد خد دوره في المجال او يعني واحد قرا شويه زي محسن كده مثلا على النت شويه. لا لا، حقيقي يقرا يعني شويه كده. لا ده انا بقيت ممتاز جدا فعلا في التخاطب. لا مش موضوع لا. دراسه ومش سهل يعني. تمام. تمام. احنا بدانا، احنا عرفنا ان دلوقتي تعرفنا ان ازاي للطفل هنعرف الصرخه كذا كذا، يدخل في مرحله المناغاه، بعد المناغاه يدخل في كلمه واحده، ده من سنه لسنه وثمان شهور. تمام؟ بعدين يبدا بقى يدمج الكلمتين مع بعض. يعني مثلا انا هقول تفاحه اكلها. تمام؟ بس مش هكون جمله كامله. تكوين الجمله الكامله بقى من سنتين وطالع. تمام؟ تمام. فاي تاخير في المراحل دي اعرف ان الطفل ده هيبقى عنده تاخر لغوي او اضطرابات، اي نوع من الاضطرابات. تمام. تمام. طيب ايه بقى الاسباب اللي تؤدي لكده؟ انا عندي اسباب متنوعه، اسباب نفسيه واسباب عضويه واسباب اجتماعيه. تمام؟ اول حاجه عندي المفروض ان في اطفال اللي هم الاوتيزم اللي هو التوحد، اطفال الداون سيندروم. تمام؟ وعندي اطفال التاخر العقلي. ده كل موضوع برضه الاعاقات. تمام؟ كل الاعاقات دي عندهم تاخر لغوي. تمام؟ دول على جنب. عندي بقى الاطفال الطبيعيين اللي هم المفروض. احنا هنتكلم عن الطبيعيين. طفل طبيعي ما فيهوش اي مشكله. هيبقى في حلقات ثانيه كتير عشان موضوع الايه؟ ذوي الاحتياج الخاص. تمام. ده طفل طبيعي ما فيهوش اي مشكله، بس 3 سنين يا دكتوره وما بيتكلمش، بيقول كلمه واحده مثلا. تمام؟ فالمفروض ان انا اعرف من الاسباب بتاعته ان هو الام خلال مرحله الحمل الاول. تمام؟ حصل لها نزيف، اخذت ادويه مضادات حيويه كتير. تمام؟ الام بتدخن، الام بتتعاطى كحوليات، كل دي اسباب اثناء الحمل. تمام؟ اثناء الولاده حصل له نقص اكسجين، اتحط في الحضانه اكتر من 60 يوم، الصفر قعدت معاه اكتر من 15 يوم. تمام؟ كل دي اسباب بتؤدي الى ايه؟ او بتنبئ ان هو هيحصل عنده تاخر لغوي. تمام؟ تمام.
دلوقتي احنا في اسباب برضو معلش اجتماعيه اللي هي المفروض ان الطفل في البيت المفروض ان هو ما يتسابش قدام شاشه التلفزيون او قدام التليفون، وده اللي اغلب الامهات بتقع فيه عشان بتشتغل عشان مش فاضيه فبتسيبه قدام الشاشه بالثمان ساعات في اليوم. يعني الطفل لما يقعد وهو لسه صغير قدام التلفزيون قبل كتير، ثلاث سنين قبل ثلاث المفروض سنين ممنوع، لازم اللغه تكتمل عند الطفل وبعدين بقى ايه انا اقعده قدام التلفزيون واحط له الحاجات اللي المفروض يستفاد منها. تمام. تمام. فعلا موضوع ان قاعده قدام التلفزيون كتير والفتره دي بتاخر النطق بتاخر لان النطق. الطفل بيقعد يستقبل بس، يعني هو عنده اللغه الاستقباليه شغاله بيستقبل كويس وبيفهم كويس وفاهم انا عايزه اقول له ايه، هات اشرب يجيب لي اشرب. تمام. لكن اللغه التعبيريه ممحيه تماما، الطفل قاعد طول الثمان ساعات بيبص بس مش بيتكلم. تمام. مفيش تفاعل اجتماعي بينه وبين حد. تمام. فده بيأخر عندي النطق. طيب ال 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 الكام ال الاربع حاجات بتوع ال تأخر اللي هي اضطرابات النطق، هل في يعني نفس العلاج واحد يعني هنعالجهم بنفس الطريقه، الحذف الابدال التشويه لا الكلام ده كله؟ بيبقى في طرق مختلفه اللي هي الطرق التخاطبيه المختلفه ودي بتبقى المختص اللي بيعملها. تمام. اللي هي يعني تدريبات مختلفه حسب كل نوع، يعني كل تدريب نوع حسب تدريبات معينه خالص. يعني كل يبقى نوع النهارده راح تدريبات. نتكلم عامه عن الحاجات صح كده، عشان ايه لو اتكلمنا يعني عن حاجه لو اتكلمنا في تفصيل هندخل في لا ممكن هنقعد نحتاج حلقات حلقات كتير. كتيره، ويعني ايه النهارده هندخل حاجه عامه تمام بالنسبة لي، عشان تمام ايه ده في موضوع بقى اللدغات او اللثغات وموال تاني خالص، ده في ايه بقى؟ ده تحت ايه بقى اللثغات دي؟ اللدغات تحت النطق، تحت اضطرابات النطق. اضطرابات النطق. تمام. عندي اضطرابات بقى الصوت. تمام. تمام. اضطرابات الصوت اللي هي ايه، شدة الصوت والحدة بتاعته، الصوت عالي الصوت واطي، يعني هو بيجي يقول يعني لي مثلا لو الطفل صوته واطي شوية او عالي شوية فيه برضه، لا لا يبقى ده اضطراب. ده الصوت اللي هو الصوت المبحوح او الصوت اللي هو اللي هو انت ممكن يكون بحه دي حلوه، دي مش بحه كويس بقى، مش وحش. بالعكس مش حلوه مين اللي خالص. كان عندها بحه في الممثلات؟ لا في معلش ممثله كان فكره، عندها بحه كده، فين ما الاستاذ عنديش وليد حضرتك اللي هو تعرف. يعني الاستاذ وليد مخرجنا يعني اكيد عارف الحاجات دي كويس وفي قوي، في بس البحه دي جميله مش وحشه. لا هي بتأثر برضو، دي بتبقى ناتجه عن التهابات في الاحبال الصوتيه. في يعني مش شيء بيبقى جميل، يعني ايه، البحه دي مش شيء لا جميل. مش شيء جميل خالص. تمام. لازم نتدرب كويس عشان خاطر دي المفروض انها التهابات في الاحبال الصوتيه، يعني حاجه مش كويسه. تمام. وفي ده اللي هو اضطراب الصوت، وفي اللي هو الاطفال اللي بيتكلموا تحس ان هم بيسرسعوا كده، يعني يقول لك الطفل ده بيسرسع في الكلام. تمام. فده برضو من اضطرابات الايه، الصوت. عندي بقى ايه، اضطرابات اللغه. تمام. اضطرابات اللغه اللي هو التاخر اللغوي، عندي التاخر اللغوي يا اما تاخر في اللغه الاستقباليه يا اما تاخر في اللغه التعبيريه. عندي اللغه الاستقباليه اللي هو الفهم، يعني انا تمام. الطفل فاهم الكلام اللي انا بقوله كويس بس مش قادر يعبر عنه، ده اللغه التعبيريه اللي هي التعبير بالكلام. بالكلام. تمام. وده اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو في مراحل مختلفه، اللي هو المفروض المناغاه من 6 شهور ل 12 شهر، وبعدين كلمة واحدة وبعدين كلمتين وهكذا. تمام؟ تمام. تمام. طيب احنا قلنا اضطرابات كلام واضطرابات لغة. تمام كده؟ يعني معلش برضه واضطرابات نطق، لا اضطرابات الكلام ما اتكلمناش عنها، اضطرابات الكلام اللي هي التلعثم. تلعثم. تمام؟ يعني ايه تلعثم؟ اللي هي التهتهة. ده يعني ده تمام؟ يعني في مراحل معينة مثلا للإنسان، يعني في مراحل للطفل، الأول مثلا ده اضطرابات نطق، ثم بعد ذلك اضطرابات مثلا لغة لا أو لا كلام، لا ولا لا كله لا يشغل مع لا بعضيه؟ لا هو كله مع بعضه، كل واحدة واحدة متكاملة، بس تمام. المفروض إن كل حاجة لوحدها، يعني كل حاجة كل حاجة ليها أعراضها لها لوحدها. أعراض ولها تمام؟ أسباب ولها كمان طريقة علاج يعني. تمام. تمام. طب نتكلم عن اضطرابات الكلام. اضطرابات الكلام اللي هي التلعثم، التلعثم اللي هو ايه، ان انا اكرر كلام، يعني مثلا التأتأة مثلا زي ما اللي هي بيقولوا التهتهة. تمام. التأتأة. او اللجلجة. تمام. تمام. ان انا اكرر الكلمة اكتر من مرة، او ان انا اقف في وقت حوار، يعني انا في حوار بيني وبين غيري وانا بقف عن يعني في وقت ما ينفعش ان انا اقف فيه. تمام. او الاطالة، يعني انا عشان اتكلم كلمة مثلا اطيل فيها. تمام. فده اللي هو التلعثم، وده بيبقى الطفل بيتكلم طبيعي جدا وبعدين بتحصل حالة نفسية للطفل فبيبدأ ان هو يحصل له التلعثم او التهتهة في الكلام او اللجلجة. تمام. طيب الاضطرابات اللغه مثلا، اضطرابات اللغه فيها اكتر يعني في مثلا طرق علاج معينه او طرق وقايه معينه للحاجات دي؟ في طرق ده غير وقايه. الجلسات اللي هي المعروفه اللي هي مثلا، لا في ان انا اقدر احمي اصلا طفلي يعني انه طرق يوصل الوقايه. الله للمرحله ينور. دي. يعني ازاي تمام. اقي بقى طفلي من موضوع الاضطرابات ديت؟
اهم حاجه الام في البيت انها ما تبقاش الام التلاجه. الام التلاجه ده سبب كبير من اسباب حدوث التاخر الأم ليه؟ اللغوي. التلاجه يعني اللي هي يعني برد اللي هي يعني؟ اللي هي قاعده مش بتتكلم مع الطفل خالص، راميه له لا تليفون راميه دلوقتي له بسم الله ما شاء تليفون، الله يعني معظمهم فما قاعدين على فيش مثلا على على الموبايل. الفيس، وسايبه للابن مع نفسه، يا خد العب على هات اليوتيوب او العب او اعمل اي حاجه تمام. مش فاضية له خالص. فالطفل بيتاثر من الام دي ان هو ما فيش تفاعل ففعلا المفترض اجتماعي. ان الاب والام يقعدوا مع ابنهم اكبر اكبر وقت فترة ممكن. ممكنة يعني. والدليل على كده ان قبل ما يحصل التكنولوجيا الحديثه والفيس تمام. والنت والكلام ده، ما كناش بنسمع كتير عن ده تاخر يعني الكلام. دلوقتي كترت عن الاول كتير. بنسبه كبيره جدا تمام. فده نتيجه لان الام في البيت يا اما بتشتغل ومش فاضيه، يا اما لو قاعده فاضيه في البيت وما بتشتغلش قاعده على الفيس، فده المفروض ان هو طب ياثر نمنع يعني سلبيا على الطفل. وسائل التواصل ديت؟ لا مش نمنعها، نستخدمها الاستخدام الصحيح تمام. يعني انا استخدم النت في الاستخدام الصحيح، ومفروض ان ابني ده مشروعي الاول، وبعدين المفروض ان انا من البدايه انا يعني مقبله على مرحله زواج، تمام. فالمفروض ان انا عارفه ان انا هيجي لي اطفال. فقبل ما اقبل على مرحله ان انا يجي لي اطفال، المفروض ان انا ابقى مستعده نفسيا واجتماعيا ان انا اهتم بالاطفال دول تمام. ما سيبهمش للدنيا كده وخلاص. تمام مشاهدينا الكرام، في ارقام دلوقتي هتبقى اسفل الشاشه، نرحب باي مداخلات باي اسئله للدكتوره نهى محمد عبد الفتاح. ان شاء الله هي مستعده لاي تلقي اي اتصالات من الجمهور علشان نفيد الساده المشاهدين، وفي اولياء امور كتير اتصلوا بيها علشان عايزين يعرفوا ايه المشكله اللي عند ابنائهم. يعني دلوقتي يا دكتور طرق الوقايه، احنا قلنا طرق الوقايه، في علاج بقى؟ الطرق الوقايه في طرق وقايه في تانية. كتير كتير. ان انا ابدا مثلا الطفل عنده سنه سنه ونص، اعمل له تدريبات لاعضاء النطق تمام. انا عندي اعضاء النطق اهي تمام، فانا اعمل تدريبات لاعضاء النطق. اعمل ازاي؟ اعمل هنا كده بحركه دائريه كده تمام، هنا في المنطقه دي تمام. تنقيط حوالين الشفايف تمام. اللسان اعمل له التدريبات ازاي، يعني في ان تدريبات اصلا تدريبات ان انا ده عشان المفروض ده اعمل وقاية وقايه قبل الطفل اصلا ما ينطق. ان انا اعمل له تنشيط لاعضاء النطق تمام، فاعمل وقايه ان يحصل له اي مشكله بعدين. ممكن اللسان، ممكن نعمل له تدريبات ان هو مصاصه او لبانه تمام، احرك لساني جوه وبره تمام، احط له سكر على شفايفه فهو يطلع لسانه عشان ياخد السكر ده فهيحرك لسانه تمام. فده وهنعملها بطريقه اللعب مع الطفل. يعني انا مش هقول له يلا نعمل تدريبات، لا لا فالطفل لا لا ما ينفعش الكلام ده، يلا نلعب يا حبيبي تمام. في استاذنك يا تمام دكتور، استاذنك اتفضل بس حضرتك الساده المشاهدين اتفضل اول ما فتحنا اتفضل المداخلات بسم اتفضل. الله ما شاء الله يعني. استاذ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك اخبارك؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يبارك فيك. ممكن امرني اتكلم دكتوره؟ اتفضل يا استاذي اتفضل. ربنا يخليك يا دكتوره، احنا عندنا طفل عمره سنتين وللاسف الشديد يعني مأخر الكلام جدا، يعني بتكلم ماما وبابا بس يعني هم اللي بيقولهم، واحنا يعني مقلقين جدا من حيث من الظاهره ديت يعني. الدكتوره هترد على حضرتك، متشكرين جدا لتواصل حضرتك معنا، والدكتوره هترد على هذا السؤال. الاستاذ احمد من المنيا بيقول ان الطفل سنتين. يعني حضرتك شايفه ان سنتين يعني من حقه يقلق يعني ولا لسه شويه؟ المفروض يقلق. سنتين؟ سنتين يقلق. يعمل ايه بقى؟ المفروض ان هو يعمل مقياس سمع الاول تمام، ويعمل مقياس سمع ويروح لدكتور مخ واعصاب ويكشف ده الاول. لازم يعمل شيت على كل حاجه في جسمه ان هو سليم 100%، اعضاء النطق سليمه، الدماغ سليم، وداني سليمه ما فيهاش اي مشكله، السمع عندي كويس، الاتزان السمعي عندي كويس، الدنيا كلها تمام خلاص. يبقى الطفل محتاج تفاعل اجتماعي. لو الدنيا كلها تمام ما فيش سنتين. اي مشكله. على فكره انا ابننا يعني قعد 3 سنين، كلمات بسيطه جدا جدا، بس بعد 4 خلاص بقى طبيعي حصل له ومش اي مشكله تفاعل وما اجتماعي. فيش اي مشكله خالص، اكيد حصل له تفاعل اجتماعي بعدها، لكن قبل كده ما مش كانش. احنا ما عملناش فيه. حاجه ما غيرناش حاجه ولا عملنا لا، حاجه المفروض خالص. ان احنا الطفل يعني اقصد يعني سنتين ويقلق، لازم يقلق. ليه؟ لأن لو في مشكله نتفاداها تمام. والطفل صغير يعني، لو الطفل اوتيزم مثلا تمام، الاوتيزم بيبان من سنه ونص، فلو هو اوتيزم هنبدا بقى نتعامل معاه ونعالجه بدري، فالدنيا هتبقى تمام مع الاخصائي او مع الدكتور اللي بيعالجه. لكن لو انا قعدت لا الطفل كويس هستنى تمام، هيتكلم 3 سنين، هيتكلم وعنده 4 سنين، واكتشف بعدها ان هو بقى كان عنده مشكله
تمام، فالموضوع هيبقى صعب في موضوع العلاج المشكله اللي هتظهر لي بعد 3 سنين او 4 بدري سنين. الوقايه بدري افضل، الوقايه بدري افضل، افضل طبعا من العلاج والحاجات والبهدله بعد كده. طيب في يعني مثلا احنا برضه ثاني هنرجع ثاني الحاجه اللي تخصني بقى اللي هو برنامج اقرا. تمام. احنا القراءه اهم حاجه يعني عشان نطلع، عشان نعرف حياتنا، نعرف ديننا، نعرف تعاليم اسلامنا، نعرف العلم، علوم الطب، علوم جميع العلوم، كل حاجه بالايه؟ تمام، بالقراءه رقم واحد. تمام. الكلام رقم واحد برضو مرتبط بايه؟ بالقراءه. بالقراءه. لابد نتكلم عن موضوع اللي هو مش التلعثم بقى، الحروف اللي هو ابدال او حذف بقى الحروف. يعني مثلا ايه، واحد مثلا بيقول لك مثلا الكاف. تمام. ماشي، بينطقها لتاء. في تدريبات معينه مثلا يعني نعمل حاجه زي كده؟ في تدريبات فعلا لموضوع النطق، المفروض اعرف مخرج الصوت. يعني قصدي ان يعني المشكله ليها حل. ليها تمام قصدي يعني عشان بس يعني الحلقات القادمه ان شاء الله تعالى هنجيب فيديوهات او نجيب طفل معانا ونجرب معاه. ويا سلام لو كمان جبنا اطفال يعني عندها المشكله دي او ما عندهاش، ممكن احنا يعني نعرفهم ازاي كمان يروحوا المركز، وازاي كمان هم في البيت يمرنوا كمان. يعني مثلا مش حضرتك بس هتعملي الحاجه او تمرني الحاجه، لا ده المفروض هم يمرنوا معاكي كمان في البيت معاكي. صح كده، بنسبه 80% على ولي الامر. اصل ممكن يقول لك ايه، انا وديته مثلا للمركز وما عملش حاجه. طب انت فين؟ الام مش شغاله في البيت. انت فين؟ أيوة. ولي الامر مش شغال في البيت زي انا كذلك. يعني انا مثلا انا اتعلمت طفل قراءه كده، قلت له مثلا حركات حرف مثلا الكاف. وشكرا، البيت ملوش اي دور؟ لا طبعا لا، ده ده ده, ده موضوع الحركات، الحركات الصوتيه دي بالذات للحروف رقم واحد ان هو يتعلم لغه. لو ما عرفش الحركات ديت الناس مخارج الحروف ومخارج الحروف يتمرن عليها، لو ما عرفهاش او البيت ما مرنهوش في البيت ما هيجي، مش هيعرف شغل الدكتوره لوحده مش هينفع. لابد البيت يراجع مع حضرتك، وانت برضه تدي له ايه، تدي له برضه ولي الامر شويه تعليمات عشان يمشي عليها برضه في الفتره اللي هو بعيد عن الطفل، بعيد عنك فيها. فعلا. يعني كل يعني كم لثغات مثلا عددها قد ايه تقريبا، او يعني وكل حاجه لها حل؟ عندي يعني مشكله الراء برضه لها حل، عندي اللزغه الرائيه وعندي اللزغه القافيه. تمام. يعني في ناس بتنطق القاف كاف سينيه. تمام. القاف والجيم والكاف دول مع بعضهم بينطقوهم دال او تاء، يبدلوهم بحرف التاء او يبدلوهم ده الابدال اللي احنا قلنا عليه الابدال، هي دي لطغه. يعني تمام. اقول الكاف بس ده عاوز حلقات لوحده. محتاج ده اللزغه الوحيده عاوزه حلقات. فعلا فعلا. تمام. طب يا دكتور يعني انت شايفه ان فيه علاج؟ طبعا علاج للغه، موضوع اللغه بقى الكلام نفسه بقى. يعني احنا دلوقتي عرفنا مثلا هنعمل حلقه مخصوص للدغات، وهنعرف الساده المشاهدين ازاي يروح المركز عند حضرتك او تتواصل معاهم ازاي يعالجوا ابنهم من الموضوع اللدغه دي. موضوع طبعا حضرتك مش عارف بقى شغلكم انتوا بقى، موضوع الايه، الخشب اللي خافض. ايوه الخافض ده، الخشب ده الخافض ده، خافض اللسان. يعني الجلافز. تمام. يعني بتستخدموه بطريقه معينه والولد فعلا بيجيب نتيجه. فعلا بيجيب نتيجه، يعني الحمد لله بفضل الله في ناس كتير كان عندهم مدغات والحمد لله بقوا تمام. حتى لو كبار ولا في صعوبه بقى؟ الامر لما يعني السن يكبر بيبقى فيه صعوبه جدا. لا بيبقى فيه صعوبه، عشان كده انا بقول لحضرتك ان الطفل السنتين اللي اتصل ده المفروض ان هو يشيت على الطفل الاول ويشوف الدنيا تمام من ناحيه السمع، ولو في اعاقه الدنيا نلحقها بدري. تمام. عشان لو الطفل اتاخر في السن ده بيبقى صعب في العلاج. طب دكتوره في مداخله، الاستاذ احمد من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ احمد؟ اتفضل يا استاذ احمد، اتفضل. دكتوره مع حضرتك على الهواء مباشره. اهلا وسهلا. كنت بس عايز افهم ازاي اعرف ان ابني اصلا متاخر في الكلام، وازاي اصلا احميه ان هو يحصل له حاجه من كده، ما يحصل له لا قدر الله. تمام. شكرا شكرا يا فندم، شكرا. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده، اعرف ازاي ان ابني هيتاخر في الكلام. تمام. ان هو صرخه الميلاد الاولى ما حصلتش. تمام. عند الطفل. بعدين عندي لما يبقى 6 شهور ما يحصلش المناغاه اللي هو يقول اغا ادى. تمام. بعدين بقى ندخل في مرحله سنه ما تكلمش كلمه واحده، او يجي في مرحله سنه يبقى لسه بيبقى في مرحله المناغاه. في مرحله سنتين المفروض يقول كلمتين بيبقى لسه في مرحله كلمه واحده، فده يبقى عنده تاخر. تمام. او هيبقى عنده تاخر. الوقايه منها ان انا اجتماعيا او في البيت الاسره المفروض انها ما تسيبش الطفل قدام التلفزيون، يبقى في تفاعل اجتماعي كتير، اخرج اروح النادي، اروح عند
عند العيلة تمام، يقعد مع أطفال كتير، يتكلم كتير مع أطفال، ماما تتكلم معاه كتير، ماما ما تبقاش تلاجة زي ما قلنا. بس يعني في ناس هتزعل من موضوع ماما تلاجة دي؟ لا في ده ولا ده مصطلح عندكم؟ لا ده مصطلح مصطلحه موجود، الأم التلاجة اللي هي الأم اللي بتسيب طفلها خالص من غير كلام. ان انا كمان اعمله التدريبات اللي احنا قلنا عليها، تقوية اعضاء النطق والكلام للطفل وهو صغير. في تدريب كمان الاطفال بيحبوه قوي اللي هو البابلز، انفخ في البابلز بيفيد. النفخ، النفخ ده اللي هو الضم، وان انا اطلع الحرف مضموم والكلام ده تمام. طيب. وفي برضو اللي هو ان انا اجيب الكوبايه واحط فيها ميه واجيب الشاليمو وانفخ فيها فبتطلع بلالين، الطفل بيفرح وبيلعب وفي نفس الوقت بقوي له اعضاء النطق عنده. يعني انت يعني في يعني كل شيء ليه حاجه. يعني ليه حلول. بس يعني المفروض نروح لمتخصص. لا ما نسمعش، معلش في ناس واحد ولي امر يقول ايه والله ده ابن فلان عملوا له كذا، يروح هو مخترع من نفسه كده ويروح يعمل كذا. ده خطأ كبير، ممكن يعرض ابني لمشكلة تاني غير المشكلة الأساسية اللي هو فيها. والناس متخيلة ان موضوع التخاطب حديث. هو لا فعلا. لا انا عاوز اقصد حاجه بالنسبه للناس حديث. ايوه بس هو قديم جدا. وفي ناس كتير كانت ممكن تتعالج بتدريبات بسيطة جدا، فضلت طول عمرها حد ما ماتت وهي عندها المشكلة. صعوبات. فعلا. صح ولا لا؟ فاحنا فعلا ننصح السادة المشاهدين أو ولي الأمور انتبهوا لأبنائكم كويس جدا. أول مشكلة أتابع معاه من مرحلة الولادة. الله. أول مشكلة أول مشكلة على طول في متخصصين للتخاطب والنطق والكلام، اكيد هم دارسين هم بيعملوا ايه. يعني احنا يعني مش كل واحد يفتي، يعني فعلا في كل واحد بيالف. الفتوى حاجه صعبه، كل واحد بيالف يقول لك ده انا لا المفروض اعمله كذا يطلع كذا. يعني انت لا جدته قالت الولد بابا كان كده واتكلم تمام، انت قلقان عليه ليه؟ الموضوع ده موجود فعلا. للاسف الشديد ان دلوقتي كل واحد بيحب يخترع، كل واحد فاكر نفسه الفتوى في أستاذ. كل واحد تخصصه. واحد في قراءه وكتابه خليك عامل في قراءه مسؤول عن تخصصه، واحد في الاعلام خليك في الاعلام بتاعه، واحد في تخصصه تخاطب ونطق ده هو دارس فيها واخد ماجستير فيها واخد دكتوراه فيها واخد شهادات فيها، يعني اكيد فاهم اكتر مننا. ننصح الساده المشاهدين تاني بان اول الطفل بعد الولاده مباشره ننتبه نشوف صرخه الولاده. صح كده. نشوف انا برضو حته اللي بشكر فيها السيد الرئيس اللي هو عملها، ان هو اول ما الطفل يتولد نشيت على ودانه ونعمله مكياج سمع، لان الحته دي كانت بتاخر كتير. ان الطفل اتولد ما كانتش موجوده من زمان. لا ما كانتش موجوده. الطفل دلوقتي بيتولد بيتاخد بيتعمل له مكياج سمع تمام. الاول كان الطفل بيتساب لحد ما اشوف المشكله وبعدين اروح لدكتور التخاطب فيقول لي اعمل لي مكياج سمع، لكن دلوقتي الطفل بيتولد لازم يتعمل له مكياج سمع فالدنيا بتبقى تمام. طيب استاذنك الاتصال ده. ام مريم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده بلديه حضرتك من الفيوم. اهلا وسهلا بحضرتك. طب ممكن يا ام مريم ممكن بس استاذنك بس نوطي التلفزيون شويه؟ ماشي عشان اول مره بس. لا 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 من تحت عمرك. ابني عنده 3 سنين اهو. طب منين من الفيوم الاول بقى؟ منين من الفيوم؟ من افشاوين. خلاص بقى احنا قرايب اهو. اتفضلي. ابني عنده 3 سنين ونص. بيقطع في الكلام بس يعني هو كان عنده اللحميه واللوز فمش عارفه دلوقتي اعمل معايا. انا عملت له دلوقتي العمليه بس دلوقتي مش عارفه اعمل معايا. يعني بتأتأ مثلا بيقطع في الكلام بتأتأ ولا بايه بالظبط؟ ايوه بيقول الكلام يعني مش كامل. مش كامل في تشويه وحذف. ماشي ماشي. يا ام مريم الدكتوره هترد على حضرتك. تمام ماشي. اتفضلي اتفضلي. اولا ان في سبب برضو بيمنع النطق الصحيح اللي هو الطفل برضو عنده زياده انفيه. استاذه المشاهدين يا ام مريم الارقام والعنوان بتاع المركز بتاع المؤسسه هتبقى موجوده اسفل الشاشه دلوقتي. نتوجه فورا من بكره بقى عشان الدكتوره بقى. ماشي. لمركز لمؤسسه اطفالنا للتخاطب وصعوبات التعلم عندكم في ابشواي. في مكانها فين يا دكتوره؟ في اعلى معمل المختبر. تمام. هو العنوان موجود على الشاشه. العنوان موجود على الشاشه والارقام موجوده على الشاشه. اتفضل يا دكتور. معلش احنا بنقطع عشان بس ننبهها بس عشان مش ممكن يكون متخيله انت بعيد عنها ولا حاجه. يعني في نفس المركز اهو.
في سبب بيمنع برضو عندي الطفل يتكلم كويس، سبب الزيادة الأنفية أو اللي احنا بنقول عليها اللحمية، تمام، بتمنع الطفل ان هو يتكلم كويس. فهي عملت العملية تمام والدنيا معاها تمام، المفروض بقى ان هي تلجأ لمختص هيبدأ معاه بداية من السلم التخاطبي، بداية من ايه، نطق الحروف، نطق الأصوات صح، وبعدين يبدأ تكوين كلمة وبعدين تكوين جملة وهكذا. طيب أستاذك فهي المفروض ان هي تلجأ في أسرع وقت، لأن 3 سنين وبيقول الكلام مشوه كتير. المفروض ان هو يدخل 4 سنين هيدخل حضانة، فالمفروض ان هو رايح لزمايله بيكونوا حوار تمام، وهو لسه بيتعلم الكلام، فالدنيا مش تمام معاه، فالمفروض ان هي تلجأ في أقرب وقت لمتخصص في الموضوع. طيب معنا دكتور، معنا دكتور الأستاذ محمود من الجيزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمود اتفضل. لو سمحت يا فندم، أنا عندي ابني 3 سنين ونص. 3 سنين ونص، اتفضل. كان بيتكلم كويس، يعني بدأ يتكلم كويس طبيعي، وبعدين منع الكلام خالص، يعني حتى كلمة ماما أو حتى ما بقاش يقولها. يعني كان بيتكلم طبيعي وبعد كده فجأة. طب كان مثلا مر بإيه مثلا؟ في مثلا حصل حاجه قدامه، او حد ضربه، حد حصل اي مشكله؟ هو بدا يقول جمله من مثلا كلمتين ويتفاعل معانا في البيت، بعدين فجاه لقينا الكلام بيروح منه. طيب الدكتوره، مع حضرتك ممكن يا حضرتك اساليه، يعني جه ازاي الموقف؟ يعني المفروض ان هو منع الكلام، ولا الكلام عنده بقى في مشكله ان هو بيطيل في الكلام او بيكرر الكلام او بتقول عليها من شويه اللي هي التهتهه والكلمه بتطلع كده. تمام، شكرا يا استاذ محمود. وتواصل معانا والدكتور هترد على حضرتك. اللي هو بيتكلم عنه ده اللي هو التلعثم اللي احنا اتكلمنا عنه او التهتهه، المفروض الطفل يتكلم طبيعي جدا ومفيش مشكله، وبعدين حصلت المشكله دي، المفروض بقى نعرف سبب المشكله ايه من الاول. يعني التلعثم سببه يا اما عضوي يا اما نفسي. نفسي ده اللي هو معظم الحالات اللي بتجيلي بيبقى سببها نفسي، اللي هو ايه، الطفل كان المفروض ان هو الملك او الدنيا كلها بتبص عليه في البيت، تمام، يجي طفل بعده، الماما تحمل بقى وهيجي طفل بعده، فالطفل يتولد وكل الناس النونة الصغير هنسميه ايه، شبه مين، والكلام ده، تمام. ففي الوقت ده الطفل الكبير بيبدأ ان هو لا، انا عايز الناس ترجع لي انا تاني، انا اللي موجود، انا الملك، فارجعوا لي، انا عايز اتكلم. فالدنيا بتحصل معاه، بيحصل مشكله، فيبدا يطلع الكلام بصوره غير طبيعيه. طب يعني اللي هي مشكله التلعثم، اللي هو يكرر الكلام او يطول الكلام. المتصل الاستاذ محمود قال عليها دي، يعني ممكن بدون اي مشاكل، يعني بدون مثلا كنت فاكر مثلا حد يشخط في جامد، حد لا، دي برضو نفسي ان هو التعامل معاه باي طريقه. السبب الاول ان هو يجي طفل بعده، او ان حد يتعامل معاه بعصبيه، هو بيبقى طفل حساس شويه، فالتعامل معاه بعصبيه ما بيعمل لي نتيجته بتبقى التلعثم. تمام، استاذنك في اتصال الاستاذ يوسف في القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ يوسف، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين، اتفضل. معلش بس يا دكتور، ممكن اطلب طلب من حضرتك؟ اتفضل. طلب انساني، معلش. اتفضل اتفضل، تحت امرك. حضرتك، انا طالب بتعلم في صنايع، وانا والدي متوفي حضرتك، في شويه طلبات، يعني ما فيش حد راضي يجيبها لي عندي. يعني انت حضرتك انت 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 طالب؟ طالب فين؟ طالب في صنايع، في صنايع؟ حضرتك. طيب حضرتك تتصل تاني بالكنترول وهياخدوا رقمك وهنتواصل مع حضرتك. حاضر، ماشي، حاضر، هتصل بيك. حاضر. انا خليتها يا دكتور. حاضر. معلش انا اسف. لا 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 لا، حاضر حاضر، تحت امرك تحت امرك. معلش يا دكتور. ماشي، شكرا شكرا حبيبي. اتفضل. دلوقتي الاطفال حصل مشكله زي كده، اللي هو يعني التلعثم حضرتك، اتعامل معاه ازاي بقى؟ مع الطفل ده المفروض ان انا ما ينفعش اقول له انت بتتكلم كده ليه، اتكلم كويس. لا، ده بيأثر سلبي، بيزود عندي مشكله التلعثم. لا حبيبي، احنا بنتكلم كويس، بس هو بيقول مثلا تفاحه، بيقول تفاحه، هي دي بنفس الطريقه، تمام. فانا اقول له حبيبي لا، مش كده، نقول تفاحه. طيب، تمام، ونتكلم مع اتفضل حضرتك. حاجه دلوقتي، في بنت انا قابلتها من يعني قريبتي قابلتها من فتره، كانت ممتازه جدا، تمام، ومتفوقه جدا، تمام، ومتحدثه ولبقه،
جالها السخونيه او حاجه فوجئت او مرض في اعصاب او حاجه لقيت بتتكلم نفس الطريقه يا عم محسن بنفس الطريقه بتتكلم. ده بقى السبب العضوي للتلعثم. تمام. ده سبب عضوي. ده سبب عضوي للتلعثم. السخونه ممكن تعمل التهاب سحايا او مشكله في الاعصاب الدماغيه، فالكلام بيوصل متاخر لاعضاء النطق، فبيحصل خلل في التوازن بين اعضاء النطق وبين الاعصاب الدماغيه. طب بتتحل ازاي دي بقى؟ برضه بتدريب. تدريب يعني تدريب ممكن عادي. انا قلت ان يعني اهلها قالوا ده حاجه عضويه، يعني بصوا للايه؟ للاعصاب او مرض الاعصاب اللي عندها او كذا وكذا واللي جالها فجاه كده، وسابوا موضوع النطق خلاص، قالوا ده مؤثر على النطق وخلاص على كده. تلجأ لطبيب المخ والاعصاب حد مختص في التخاطب، والاثنين بيشتغلوا مع بعض. يشتغلوا مع بعض، ده يشتغل بطريقته وده يشتغل فيها في حته. دوائي وتخاطبي. وتخاطب يعني تخاطب يعني ممكن ياثر في كده. مع التدريب وكده. فعلا. يعني ده بقالها سنوات وما اتجهوش للتخاطب خالص. خليها ان شاء الله تتجه للتخاطب وان شاء الله نسمع عنها خير. ده بالنسبه للتلعثم. تمام كده. احنا في ايه تاني عندنا في 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 اضطرابات الكلام او اللغه؟ احنا كده قلنا التلعثم وقلنا اضطرابات الصوت وقلنا اضطرابات الكلام وقلنا اضطرابات اللغه. اضطرابات اللغه اللي هي اللغه الاستقباليه ولغه تعبيريه. يعني انا برضو يجي لي ولي الامر يقول لي الطفل ده بيتكلم كويس بيسمع كويس، واقول له هات الكوبايه يجيبها، هات ازازه يجيبها، تمام، بس ما فيش نطق خالص. ده اللي هي اللغه الاستقباليه، الطفل بيستقبل كويس. مفيش لغه تعبيريه، وده ناتج عن ان هو بيقعد قدام التلفزيون كتير، او مفيش تفاعل اجتماعي عند الطفل، او في خلل في اعضاء النطق والكلام. تمام حضرتك، هاخد المكالمه دي ونكمل موضوعنا، عشان فعلا موضوع التلفزيون موضوع الزمن اللي احنا فيه ده بالذات، فعلا احنا بعيدين عن اطفالنا فعلا. فاستاذنك اخد فعلاً. الاستاذ حسين من الفيوم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ حسين؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا في اي مشكله حضرتك عايز تكلم الدكتوره فيها؟ بنتي انا بسمله عندها كم سنه؟ عندها 4 سنين. تمام، ايه مشكلتها؟ احنا نفسنا بنقول للدكتوره بس احنا نفسنا نسمع صوتها، يعني مش بنسمع صوتها ابدا، مش بتتكلم من 4 سنين. سمعنا كويس بس متاكدين ان هي سمعانا كويس، بس عمرنا ما سمعنا صوتها غير يعني ممكن نسيبها شويه لو لوحديها مثلا، واحنا داخلين عليها نتفاجئ ان هي كانت بتقول حاجه بس مش عارفين هي هي. بس موضوع السمع ما فيهوش مشكله. نعم، الموضوع ان هي سامعاك وبتبص لك وشايفاك كويس هي سامعانا، وممكن نبص عليها بالصدفه كده نحس انها كانت بتقول حاجه او كنا يعني بتتكلم بس ما فيش صوت. مش بتتكلم ابدا معانا، ما فيش تواصل اجتماعي معانا ابدا في اي حاجه، لا كلام ولا اي حاجه. طب الدكتوره مع حضرتك هترد على حضرتك؟ هتسألك أكتر كام سؤال كده؟ تمام. في تواصل بصري بينها وبينكم؟ يعني بتتفاعل معاكم، بتتواصل بصريا معاكم؟ طريقة اللعب بتاعتها بتبقى عاملة ازاي؟ مجرد ما نبدأ معها أي كلام لا تبص لنا ولا وتعمل كأنها مش سامعانا أصلا، ممكن تسيب المكان وتمشي، بتعمل حاجات غريبة، ممكن تمشي بطريقة باليه، يعني حاجات يعني فهمت حضرتك. ماشي، متشكرين جدا يا استاذ حسين من الفيوم، شاكرين جدا. ماشي يا فندم. اتفضل. المفروض ده ان هي من اللي احنا اتكلمنا عنهم الغير طبيعيين في الاول، حضرتك قلت هنسيبهم مش هنتكلم عنهم. هي بس سامعها كويس وبصرها كويس ومتابعهم كويس. دي المفروض مثلا مثلا بتحرك شفايفها كانها بتقول حاجه بس هم مش سامعينها. ايه بقى دي؟ المفروض انها من الاعراض اللي هو بيقولها، المفروض انها اوتيزم. بس أوتيزم. المفروض برضو ان انا الجا لحد مختص هيطبق لي. هم تاخروا ان هم يعني المفروض كانوا دايما على طول على المخ واعصاب على طول الاول، صح؟ دكتور يعني مخ في الحالات زي كده اول حاجه يروح المخ واعصاب، دكتور مخ واعصاب، والمفروض الدكتور التخاطب هيعمل لي اختبارات التوحد او الاوتيزم عشان اتاكد فعلا ان هي عندها توحد او لا، لان الاعراض اللي بيقولها معظمها اعراض اوتيزم، فالطفله بتتكلم في وقت ووقت تاني لا. فالاوتيزم ده المفروض ان هو عنده اعضاء النطق سليمه، تمام، بس هو في مشكله ان هو رافض نفسيا الكلام، تمام، فبيتكلم في وقت ووقت تاني لا، وده سبب منع الكلام عندها. المفروض ان هو يلجا برضه للمختص في الموضوع ده. دكتور يعني كده يعني نقول للساده المشاهدين ان ما تقلقوش،
ان في كل مشكله لها حل. بس لكن انت حضرتك ابحث عن الحل بدري بدري ما نستناش زي محسن كده معاه كده والده هو ايه ده اخوه كان كده. طب ده حصل معاك كده بس ممكن مع طفل تاني لا، لان في فروق فرديه ونلاحظ الفروق الفرديه بين الاطفال وبعضها تمام، حتى بين طفل واخوه او طفل واخته بيبقى في فروق فرديه، فما عشان ده اتكلم متاخر يبقى ده هيتكلم متاخر، لا طبعا لازم الجا واعمل كل احتياطاتي ان الطفل طبيعي سليم 100%، وبعدين بقى يبقى اقعد في البيت واعمل اللي انا هعمله معاه في البيت. طب الاتصالات يعني لا تتخيليها. اتفضل. ام عمر من الفيوم، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا ام عمر. معايا ممكن اتصل مع الدكتوره؟ الدكتوره مع حضرتك على الهواء مباشره، اتفضلي. زي حضرتك يا دكتوره. اهلا وسهلا بيك. منورانا. اهلا وسهلا. كيف اتعامل مع بنتي لسه عندها سنه، بس انا ماليش خلق ايه يعني ان انا اقعد طول النهار والليله ادادي معاها يعني. يعني ان انا يعني اعد مرحله ان هي ما بتطلعش يعني برضه ثابته في الكلام، او ان هي بس هي بتقول يعني بتنطق بعض الكلمات بسيطه. هي قالت ان يعني بابا. هي كم سنه؟ كم سنه؟ أما بتقول كلام زي كده، بس هي عندها سنه دلوقتي. عندها سنه؟ سنه طبيعي. طب يعني ما تصبر عليها شويه. لا ما انا بقول يعني عشان يعني ما اخشش بقى في مراحل ثانيه يعني. انت من فيوم؟ انت حضرتك منين؟ من فيوم؟ من سنوري. طب يعني برضه خطوتين يعني جنب ابشواي صح؟ الدكتوره نهى المؤسسه بتاعتها في ابشواي، وارقام وال وال وال, وال والعنوان على الشاشه، وهي برضو هتكلم حضرتك برضو وتواصل مع مع الدكتوره وتشوفوا ايه المشكله دي. شاكرين جدا ام عمر. حاجه كويسه سنه برضو مش هي حلوه. هي حاجه كويسه شيء كويس شيء كويس ان هي بتقول كلمه واحده في سنه، واحنا قلنا كلمه واحده في سنه طبيعي. حلو حلو. فالدنيا تمام وفي تواصل بصري عندي وبتسمع كويس، فالدنيا طبيعي ما فيش اي مشكله. ان مثلا ايه مثلا انا شايف جارتي مثلا او جاري ان بنته او ابنه نطق بدري. هي دي المشكله. دي المشكله بقى. افضل بقى ايه مستغرب لا ده ابني خلاص في مشكله. المفروض برضو نهتم فعلا من صغر اول ما طب نهتم، بس برضو ما بدون قلق بقى. ما توصلش القلق عند الام او عند الاب. لا افراط ولا تفريط. لان القلق برضو هيسبب لي مشاكل في معاملتي مع الطفل. اتكلم بقى، اشمعنى انت ما بتتكلمش غيرك بيتكلم وهكذا. فده ممكن يسبب لي مشاكل تانية مع الطفل. طب بالنسبه للكبار يعني مثلا ايه، وفجأة ان في كبار وفيها يعني نفس المشاكل. في مشاكل هل ممكن تتعالجوش وهم صغار؟ ممكن، بس بتبقى محتاجه لان تدريبات بقى الشخص شغل نفسه. لا الشخص نفسه يبقى عنده استعداد جامد. عنده استعداد وقابليه. ولا يروح مره وما يروحش الثانيه. جلسه وجلستين. بالعكس، هو لما يبقى كبير وفاهم هيبقى الدنيا ابسط، بس لما يبقى عنده قابليه واستعداد ان هو يعمل ده. تمام تمام. احنا قلنا عشان برضو نطمن المشكله بقى، الوقت بيمر سريعا سريعا كده. عاوزين نطمن الساده المشاهدين، مفيش قلق، مفيش في كل مشكله عند ابننا عند الطفل لها حل ان شاء الله تعالى. احنا نبدا نقول لهم برضو يا دكتوره تنبيهم على حته الايه، اللثغات او اللدغات ديت ما فيهاش مشكله وممكن تتحل. في ناس بتتحل يعني. طب احنا انت متخيل حضرتك يعني ممكن نقعد قد ايه عشان نحل مشكله مثلا الكاف اللي بتنطق التاء؟ حسب حاله الطفل. لو طفل طبيعي 100% ومفيش اي اعاقه معايا غير ان هو بينطق الحرف مختلف تمام، ببدا اشتغل معاه التدريب. ولو استيعابه كويس الطفل بيبدا يعني حوالي شهر شهر ونص في الدنيا بتبقى يعني تمام. ممكن نحله بسهوله جدا مسافه شهر مثلا. مشكله الكاف اللي بتتقال تاء دي مثلا حسب استيعاب زي مثلاً الطفل ممكن تاخد معايا من 6 شهور ل 12 شهر. حسب استيعاب الطفل. حرف يا دكتور. حسب استيعاب الطفل، عشان ما يجيش طفل يبقى استيعابه قليل وابدا معاه تدريبات وهو ما تحسنش. فليه ما تحسنش؟ فهو استيعابه قليل تمام. لكن في اطفال استيعابها كويس فالدنيا بتبقى تمام معاها قبل الشهر كمان. في لدغات معينه يا دكتور، يعني مثلا في لدغه مثلا الكاف ممكن نقعد اكتر فتره اكتر من مثلا مشكله الساء مثلا. ولا في لدغات كلها واحد يعني؟ لا حسب مخرج. لا حسب مخرج الحرف نفسه يعني. في حرف يعني مخرجه صعب. صعب زي يعني زي الكاف مثلا والجيم والقاف، ده من اقصى اللسان. القاف كده ماشي. فانا المفروض ان انا عشان اعدله للطفل بستخدم خافض اللسان، والمفروض ان انا بعمل لسان شكل الانطره. فانا عشان افهم الطفل اللي قدامي ان انا اعمل لك لسانك شكل الانطره، ده بيبقى صعب جدا. صعب ده هيقول لي ده هتعمل فوق ايه. والاطفال كمان بيخافوا
من خافض اللسان ومن الجلافز، يعني الدكتور وهيعمل معايا حاجه مش كويسه. فنبدا الاول قبل ما نبدا الجلسه بنستخدم معاهم اللعب وال تمام. طب يا دكتور معلش، وقت الحلقه للاسف الشديد خلاص انتهى. تمام. يعني دكتور نصائح كده عامه كده للساده المشاهدين لاولياء الامور، ازاي يتعاملوا وازاي يحلوا مشكله كده في عجاله كده في دقيقه. الاول ان انا اولا ان انا اهتم بالطفل مراعاه مراحله العمريه او مراحله اللغويه. يعني الطفل زي ما قلت اول ما اتولد الاحظ البكاء بتاعه دخل في مرحله المناغاه ولا لا، تمام. فانا لازم ايه اشوف مراحله اللغويه مشيت كويس ولا لا، تمام. في البيت زي ما قلنا نتابع الطفل، ما نسيبهوش قدام التلفزيون وقدام شاشه التليفون، تمام. الام تبقى ام متفاعله اجتماعيا، والاب كمان عشان احنا كده تحاملنا على الام كتير يبقى في تفاعل اجتماعي في البيت بين الطفل وبين اللي عايشين معاه في البيت ولي الامر. ان انا اعمل سكتشات للطفل فيها مثلا كروت خضار، كروت فاكهه، كروت وسائل المواصلات، وابدا اقول للطفل الله دي اسمها ايه؟ تفاحه، وهكذا. فاللي هو عرف الطفل الاول بالدنيا اللي حواليه، الفاكهه والخضار وسائل المواصلات واعضاء الجسم، تمام. هو مش بيتكلم، مش هينطق معايا، بس هيستقبل الحاجات دي وهيخزنها، ووقت ما يحصل امر الاعضاء النطق ان هي تتكلم فهتتكلم كويس باذن الله. شرفتنا يا دكتور، وكانت حلقه مثمره، بس طبعا اوعد حضرتك بحلقات اخرى كثيره. مشكله النطق والكلام واضطرابات النطق والكلام واللغه، عايز يعني ده اطفالنا زي حضرتك ما الشعار بتاعكم، اطفالنا مستقبلنا، مستقبلنا فعلا. فطبعا يعني دول حياتنا، مش مستقبلنا فقط، ده مشروع حياتي، ده اللي انا بقوله على طول لاولياء الامور، ده مشروع أمل حياتكم، مصر. امل مصر وامل جميع الدول عموما. يعني اطفالنا هم مستقبلنا فعلا. اشكر حضرتك، وان شاء الله على وعد واعد بلقاءات اخرى كثيره. دكتور نهى محمد عبد الفتاح، ماجستير ارشاد نفسي ودكتوراه في الصحه النفسيه، ورئيس مجلس اداره مؤسسه اطفالنا للتخاطب وصعوبات التعلم بأبشواي الفيوم. مشاهدي الكرام، هكذا انتهت حلقة اليوم. اتعرفنا معرفة سريعة على اضطرابات النطق والكلام واللغة، متعلقة طبعا ببرنامج اقرأ. أقول للمعلمين ياريت نهتم شوية بالأطفال، وخاصة في الأيام دي بالذات وأيام كورونا، الطفل بيروح يوم واحد أو يومين المدرسة. نركز على مخارج الحروف، الناس بتوع التأسيس القراءة والكتابة، مخارج الحروف صوتيات أهم من الكلمة دلوقتي. الآ والإي والأو دي الناس اللي بتسخر منها أو بتستهزئ بيها، ده حاجة ممتازة جدا، وهي اللي هتوصلنا للكلمة. ياريت 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 كلنا نتقي الله في عملنا، وإن شاء الله والله هنلاقي نتيجة ممتازة جدا، وهننهض ببلدنا، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله تعالى. متشكرين جدا. مشاهدينا الكرام، أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن ألتقي بكم الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.